السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. الفيديو ان شاء الله اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد الاكله سريعه. هما لي بات بلاصوص بلونش او الكريفيت. غادي نحتاجوا زبده، غنحتاجوا اول حاجه لي بات اللي راني دايراهم كيتسلقوا. اي نوع ديال لي بات كتبغيو بغيتهم يتسلقوا مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه. وهنا درت باش نحضر الصلصه او لاصوص اللي غادي نديرها مع عندي طريف ديال الزبده، شويه البصله، شويه ديال الشامبينيون اللي غادي ندو نشحرهم دابا هما الاولين. من بعد غادي نضيف لهم الكروفيت اولا القمرون، عندي شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار والقشده الطهيه. فندور على بركه الله. غادي ندير دابا البصله والشامبينيون يتشحروا ليا، غنضيف عليهم شويه الملح وشويه ديال الابزار، ومن بعد غادي نضيف القمرون يتشحر معاهم، وفي الاخير كيف قلت لكم غادي نضيف القشطه. صافي هنا راه كنشحر البصله والشامبينيون ولا الفطر. انا هنا استعملت غير المعلب، فضفت الزبده عوض الزيت، لان الزبده كيف كتعرفوا كتتواتد بزاف مع القمرون وكتعطي واحد المذاق زوين زوين بزاف فهاد الصلصه. يمكن لكم تضيفوا حتى الاعشاب الملصمه اللي كتبغيو. فهاد الاثناء هذه صافي راني حيدتها لي بات طابو، كتشوفوا كتولي لاصوص على هكا وهي سخونه. غنضيف ليها الجبن وغادي نحرك. صافي دفت ليها دابا لي بات، غادي نخلطهم ونقدمهم ان شاء الله بالصحة والراحة. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. رفقته بعصير ديال الحليب والبنان.